يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. بدأنا كلامنا يا أحبائي في المشروع الإلهي عن صاحب المشروع الآب وما يتطلبه الآب في الأولاد اللي هيبقوا أولاد. قلنا متطلبات الآب فشلنا كلنا فيها ومحدش قدر ينفذها، فكان لابد أن يأتي الطرف الثاني علشان يكمل اللي احنا نقصنا فيه. بيقول القديس غرغوريوس: أكملت ناموسك عني. يعني اللي أنا قصرت فيه أنت كملتني بيه. كمال الثمر يظهر في المية، وقلت مش ممكن تدخل السماء إلا إذا جبت 100%. يعني تجيب 99.9 تطلع على جهنم، لأن من أخطأ في واحدة صار مجرما في الكل. وبهذا يكون الباب قد أغلق في وجه جميع البشر. وقلنا إن الناموس أعلن أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فكان لابد أن تأتي حبة الحنطة الطرف الثاني. وقلنا حبة الحنطة الصفات اللي ظهرت فيها. احنا كبشر اعوزنا مجد الله. يعني ايه اعوزنا؟ عارف كلمة معوز يعني ايه؟ معوز يعني ايه؟ يعني مفلس. كلمة اعوزنا مجد الله يعني فلسنا في مجد ربنا، كلنا مفلسين. لكن الشخص اللي اتكلمنا عليه امبارح هو الوحيد اللي يقف ويقول له: ايها الاب، انا مجدتك على الارض. ده بيبص للاب ويقول له: ايها الاب، انا مجدتك على الارض. ويبص لنا احنا ويقول لنا: من منكم يبكتني على خطية؟ وحتى امام الشيطان الوحيد اللي كسر انف الشيطان ويقول: تركوا الشيطان الى حين. هذا الانسان الكامل ده الحبة اللي ربنا عايزها. فكر الله تجسد وكان اللوغوس اللي هو الكلمة حل بيننا، اي نصب خيمته، ومش خد صورة انسان. امال خد ايه؟ خد صورة اقل انسان، واقل انسان وظيفته ايه؟ عبد. واعلى وظيفة بالنسبة للبشر ايه؟ ملك. البشرية التوب بتاعهم الملك، والصفر بتاعهم العبد. هو اخلى ذاته واخذ صورة عبد. وكلمة اخلى ذاته يعني مش اخلى مجده، لا. لما يقول تعلم الطاعة يعني مش معناها كان مطيع، لا. تعلم الطاعة مش زي يونان. يونان تعلم الطاعة لما نزل في بطن الحوت وخد العلقة اياها
طلع يبشر نينوى وأهيونان كان غير مطيع فتعلم الطاعة. لكن يسوع يعني ايه تعلم الطاعة؟ يعني كان الاول يؤمر، ساب ان يؤمر وبقى يعمل ايه؟ يتأمر، واي امر ينفذه. احنا امام الله فينا النعم وفينا اللا. يقول لنا يمين نمشي شمال، يقول لنا شمال نمشي يمين. طبيعة متغطرسة. في العهد القديم يقولهم لما المن ينزل ما تاخدوش غير اكل يوم واحد بس. عارف طلعوا خدوا ايه؟ اكل يومين وثلاثة. طب ما ربنا قال لكم يوم ايش ضمننا؟ ما يمكن ما ينزلش عصفور في اليد ولا عشر على الشجرة. وكسروا كلام الله وناس تنتن يوم. جيب في اليوم السادس قال لهم خدوا اكل يومين لان اليوم السابع مش هنزل من. جم في اليوم السابع وطلعوا عشان يشوفوا نزل ولا ما نزلش. يعني اقول لكم خدوا اكل يوم تاخدوا اتنين، اقول لكم ما تاخدوش تطلعوا تاخدوا؟ دي طبيعتنا. طب ما يمكن في العهد الجديد انضف. لا، يقول للتلاميذ في بستان جسماني اسهروا معي، اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وهم رايحين في سابع نومة. اول ما قرب يهوذا والجنود عارف قال لهم ايه؟ ناموا الان واستريحوا، اللي هيسلمني وصل. قام عمنا بطرس ومسك السيف وضرب عبد رئيس الكهنة، وضربة خيبانة، يا ريت ضربه في رقبته، ضربه في ودنه، طرف ودنه، طير له طرف ودنه. يعني اقول لكم اسهروا تناموا، اقول لكم ناموا تقوموا؟ ما دي طبيعتنا، خالف تعرف. اما المسيح يسوع ففيه النعم وفيه الامين. يعني ايه؟ يعني نفذ كل متطلبات الاب بالكامل. حتى حصلت مشكلة. ايه المشكلة؟ في من ضمن النبوات في عطشي سقوني خلا. دي نبوة لازم يسوع يعمل ايه؟ ينفذها. طيب لو يسوع شرب الخل، الخل زي الخمر يسطل يسكر، فلما يشرب الخل يتسطل فالالام تعمل ايه؟ تخف. وهو لازم يجتاز الالام بالكامل، فممنوع يشرب الخل عشان ياخد الالام بالكامل. طيب ولو ما شربش الخل؟ فيه وصية بتقول لازم يشرب الخل. طب يتصرف ازاي؟ عارفين عمل ايه؟ قال لهم انا عطشان. جابوا له الخل، حط طرف لسانه على الخل ويقول الكتاب ذاق ولم يرد ان يشرب، وقال له كده قد اكمل، كملت لك كل النبوات. الملائكة ليست طاهرة امامه، امام الله الاب. والسماء ليست طاهرة امامه، والملائكة اليهم ينسب حماقة. ده ايوب اللي بيقول السماء مش طاهرة في عينين ربنا. معقولة؟ بالنسبة لطهارة عينين ربنا السماء اقل طهارة. وبالنسبة لحياة ربنا بينسب للملائكة حماقة. لو يكمل كلامه يقول ايه؟ فكم وكم بسكان الطين. مين هم دول سكان الطين؟ انا وانت. اذا كانت الملائكة والسماء مش طاهرين قدام، يبقى احنا ايه؟ نروح ندفن نفسينا. طب ايه اللي يفرحه؟ قال له حاجة واحدة بس، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ويجي المسيح ويموت ويدفن ويقوم ويصعد ويبعت لنا الروح، يبعت المهندس اللي هيهندس فينا. مول بالكامل وبعت المهندس.
يجي المهندس يقول لصاحب المشروع انا اللي هشتغل، يقول له اشتغل فيهم. يقول له طيب علشان اشتغل اصرف منين؟ يقول له خد من الممول. عشان كده يقول لك الروح الذي ياخذ مما لي ويعطيكم. عايزين نتولد، يجي الروح ياخد من المسيح شخصه ونتولد ولادة جديدة ونطلع من المعمودية ونقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طب هنغلط؟ أيوة نغلط. حط لنا سر الاعتراف والتوبة، يجي الروح القدس احنا نعترف بخطايانا وهو ينقلها، ينقلها على المسيح، لان الذي بلا خطية قد صار خطية لاجلنا. الشيطان ما يقدرش يشتكي علينا، عارفين ليه؟ اصل اي واحد يشتكي لازم يكون معاه جسم الجريمة. وعندنا مثل صعيدي يمكن كلكم عارفينه، يقول لك قاتل بلا بينة سلطان، يعني واحد قتل وما فيش اثبات عليه سلطان، ما حدش يقدر يتكلم ضده، لازم الاثباتات. الخطية احنا عملناها خلاص بقت فعل، يبقى الاثبات موجود. طب الروح القدس يعمل ايه؟ يحطها في السماء؟ ما هم ما فيش غير ثلاث اماكن، يا السماء يا الارض يا الهاوية. يحطها في السماء، خطيتنا ما تدخلش السماء، السماء ما تدخلهاش خطية. يدفنها في الارض، الشيطان ينبش ويجيبها، لان الارض ملكه، اسمه رئيس هذا ايه العالم. يحط خطيتك في الهاوية، ينزل الشيطان، هو ملك الهاوية، هو ملك الهاوية ورئيس العالم وماسك سلطان الموت. طب يعمل فيها ايه؟ قال مفيش غير مكان واحد الروح القدس، بمجرد ما تعترف بخطيتك ويتقري لك التحليل، الروح القدس يحط في المكان ده خطيتك. مين هو؟ شخص يسوع. طب ما الشيطان يجيبها، يسوع لك ما تخافش، ما يقدرش يقرب، رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له ايه في شيء، اصلي انتوا علم عليكم. لما بصيت بصة وحشة الشيطان كان معلم على عينيك، لما اتكلمت كلمة وحشة الشيطان كان معلم على لسانك، علم على اعضائنا كلها. لكن المسيح يسوع هو الوحيد اللي ما قدرش الشيطان يعلم على حاجة، ملهوش في حاجة. اطمن. طب وبعدين الميراث؟ الولادة بالمعمودية والروح القدس يثبت فينا بالميرون وغفران الخطية بالتوبة والاعتراف، ناقص حاجة كمان، الميراث. يعني ايه الميراث؟ اصل احنا لازم نورث مع المسيح. طب ينفع ان احنا نورث؟ ما ينفعش. بولس الرسول قال آية مهمة جدا، لحم ودم لا يرث ملكوت الله. اقولها تاني، لحم ودم لا يرث ملكوت الله. تقولوا لي ربنا يطمنك، طب ما احنا كلنا لحم ودم، ليه اللحم ودم يا ورث؟ لا مش علشان لحم ودم، مال عشان ايه؟ عشان لحمكم فاسد ودمكم فاسد وملكوت الله غير فاسد، فما ينفعش الفاسد يورث عدم فساد. اقول الايه بالكامل، لحما ودما لا يرث ملكوت الله، لانه لا يمكن للفاسد ان يرث عدم فساد. الفاسد يورث فاسد، يعني انت فيك لحم فاسد ودم فاسد،
تقدر تورث الارض الفاسدة كلها، تورث بيوت وتورث عمارات وتورث فلوس وتمزر ممتلكات وتورث كل حاجة فاسدة. طب وعشان اورث السماء لازم يكون لك لحم مش فاسد ودم مش فاسد. طب وده انا اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ في لحم مش فاسد؟ اللحم واحد بس، هو الوحيد اللي قال لا تدع تقيك يرى فسادا. ويجي المسيح يقول لك ايه؟ خذوا كلوا، هذا هو ايه؟ ها؟ لا، لحمي. على فكرة لحمي، احنا ترجمناها بجسد لكن هي لحمي. حتى لما تقرأها في اللغة القبطية صومة، صومة يعني لحم، لكن جسد يعني ساركس. ابونا لما بيجي يقول بصومة اسقواب مش بساركس اسقواب. احنا بنقول افيتشي ساركس يعني تجسد، لكن صومة يعني لحم. خذوا كلوا هذا هو لحمي، اشربوا هذا هو دمي. مش هقول لكم في اليوناني، لكن انا هقول لكم حتى في القبطي. والاباء موجودين وبيقولوها. يعني ابونا عمره ما قال بيساركس اسقواب، لكن بيقف بيقول ايه؟ بيصوم اسقواب. عارف يعني ايه بيصوم؟ يعني اللحم المقدس. تاخد اللحم، تاخد الدم، تاخد المراس، تبقى ورثة مع المسيح. يأتي هنا عمل الروح القدس. عمل الروح القدس ازاي المهندس هيشتغل فينا؟ المهندس يشتغل فينا على 7 خطوات. الخطوة الاولى روح الرب. الخطوة الثانية روح الحكمة. الخطوة الثالثة روح الفهم. الرابعة روح المشورة. الخامسة روح القوة. السادسة روح المعرفة. السابعة روح مخافة الرب. 7 سلمات لو فهمناهم نعرف ازاي المهندس هيشتغل فينا. هنفهم ازاي الروح القدس عايز يشتغل. تقول لي يا ابونا ما انا خدت الروح القدس. ايوه خدته، خدته في المعمودية والميرون، لكن بالخطية طفيته وبالمشغولية حزنته. طب ازاي يشتغل؟ قال الشرط الوحيد نمرة 1 يكون ايه؟ روح الرب. عارف يعني ايه الرب؟ يعني السيد. الزوج اسمه ايه؟ رب البيت، صح ولا لا؟ فاكرين لما قال روحوا وقولوا لرب البيت؟ اين تعد للفصح؟ فكلمة رب يعني السيد. يعني ايه؟ يعني لازم عشان الروح القدس يبتدي يشتغل لازم يمسك الدفة، يبقى هو السيد. ليه هو في سيد تاني؟ ايوه في سيد قديم انا مولود بيه اسمه الايجوسنتريزم، الانا المتمركزة، كلمة انا الذات. نمسك الدفة لمين؟ لروح ربنا ولا لروحك انت؟ يا ترى ماشي بفكره ولا بفكرك؟ يا ترى انت مقود بالروح ولا مقود بالجسد؟ قرينا امبارح ان صموئيل لما مسح داود بالدهن يقول لك حل عليه روح الرب فايه؟ فصاعدا. لكن جه في يوم داود ركن روح الرب على جنب ومشي بفكره الخاص وقاد السفينة بنفسه.
زنى وقتل، وعرف ان السبب ان هو سلم القيادة لنفسه، فرجع لربنا واعترف له في مزمور الحزن: يا الله كعظيم رحمتك اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. لازم تكون سيادة، وسيادة روح الله لا تأتي الا بطلبك انت، اطلبها من قلبك كل ليلة قبل ما تنام. قل له: يا روح الله ان كنت احزنتك سامحني، وان كنت طفيتك بعترف لك ان انا غلطان وعايزك تمسك الدفة تقود. لما تمسك الدفة نظرتك اقوى من نظرتي، معرفتك اعلى من معرفتي. الانسان اللي يقاد بروح الله يبقى مسلم، يبقى ضامن. العجيبة بنسق في كل قائد ما عدا روح ربنا. اركب العربية الاتوبيس، حياتك في ايدين مين؟ في ايدين السواق، صح ولا لا؟ يعني السواق لو لف لفة هينزلك في الترعة الابراهيمية ولا في النيل، ضاعت حياتك. يا حياتي في ايدين الرجل ده؟ طب مش خايف؟ لا، واثق فيه. اركب الطيارة، حياتي في ايدين سواق الطيارة. طب ما احنا بنركب وبنبقى واثقين في السواقين، ليه ما بنثقش في قيادة ربنا لينا؟ ليه عايزين احنا اللي نصلح؟ عارف عايز اقول لربنا ايه؟ اقول يا رب خلي روحك هو الريس بس ما يتحركش الا باذن مني. يقول لي: لا، ده ما بقاش ريس، ده بقيت انت ريس عليه. احيانا بنصلح لروح ربنا كأنه هو مش فاهم واحنا فاهمين اكتر، بتحصل ولا لا؟ بس لو كان ربنا عمل كذا، ياه ده ما خدش باله منها. صحيح، لو كان استشارك كان عمل زي ما انت بتقول، بس لو كان ربنا تصرف التصرف الفلاني انا مش عارف. ربنا خد ابو صحته وساب المريض المهلهل ليه؟ بتصلح عليه؟ اتقول الجبلة لجابلها: لماذا فعلت هكذا؟ اللي بيشوف روح ربنا هو الريس يقول له: صمت، لم اتكلم، لانك انت فعلت. اللي يسلم لروح ربنا يقول: هو الرب وما يحسن في عينيه فليفعل. الاتجاه الاول عشان يشتغل يبقى القائد. مرة جبت واحد من اولادي يبيض لي الشقة، الكلام ده من 25 سنة، وهو من اولادي في الاعتراف وشغلته نقاش. يا فلان تبيض لي الشقة؟ قال لي: ده ناخد بركة يا ابونا. قلت له: طب تعال. جبنا كل حاجة ووقف يبيض، وهو بيبيض بصيت كده وقلت له: يا فلان، قال انا كل الحتة دي عايزة تتعاد عليها. عارفين بصيت له وقال لي ايه؟ قال لي: ابونا. قال لي: ما توقفش على راسي، مش هعرف اشتغل، سيبني وبعد ما خلص تعالى شوف اللي ناقص، لكن تقف تقول لي دي ودي ودي مش هعرف اشتغل. قلت له: اسف يا ابني، بس خدت درس لنفسي. قلت: الحته دي بنعملها مع روح الرب، بنعملها مع روح الله. يا روح الله انت امسك القيادة، بس اعمل لي الحته دي واعمل الحته دي ووضب الحته دي. يا حبيبي انت هتشتغل ريس عليا؟ لا، سيبني واقف اتفرج من بعيد
اعطيني قلبك بالكامل ولتلاحظ عينك عينيك من غير ما تفتح بقك طرقي وشوف انا هعمل ايه. غير المستطاع عندك مستطاع عندي. افكاري ابعد من افكار بني البشر. روح الرب. طيب لما يستلم الروح القدس القيادة يتنقل للنقلة الثانية، روح الحكمة. في نوعين من الحكمة، في حكمة أرضية وحكمة سماوية. الحكمة الأرضية والسماوية موجودة في رسالة القديس يعقوب الإصحاح الثالث آية 17. الحكمة العالمية لها ثلاث صفات، نمرة واحد أرضية، نمرة اثنين نفسانية، نمرة ثلاثة شيطانية. حكمة العالم لكن حكمة الله سبعية مش هتكلم فيها لأنه مش موضوعي، لكن هقول معناها. يعني أرضية يعني الحكمة مبنية على قانون الأرض. وهو قانون الأرض لكل فعل رد فعل. يعني ايه؟ يعني تحبني احبك، تكرهني اكرهك، تجاملني اجاملك، تكرفني اكرفك. حكمة ارضية، فكرة ارض مش سماوي. تخلع لعيني هخلع لك عينك، وتخلع لسنتي هخلع لك سنتك. يعني الغالي بالغالي والرخيص بالرخيص، العين بالعين والسن بالسن. دي الحكمة الأرضية، ما حدش أحسن من حد. نفسانية يعني تسعى الحكمة للي ينفع نفسي. يعني لو حكمة ضد نفسي برفضها، لو حكمة تأيد نفسي بقبلها. نفسانية شيطانية يعني الشيطان هو اللي بيقودها. النفسانية تؤدي للعذاب، والشيطانية تؤدي للهلاك، ولكن مغلفة بغلاف لكل فعل رد فعل. الحكمة السماوية عكسها، نقية طاهرة عطاءة، سبع صفات كاملة فيها. الحكمة الأرضية بتجهل حكمة الله، وحكمة الله بتجهل حكمة العالم. الحكمة الأرضية ممثلة في اليونان، بلد الفلاسفة اليونان، ويقول ان الصليب عند اليونانيين جهالة. وبالنسبة لله الحكمة السماوية الصليب بالنسبة ليه قوة الله. هو صحيح بالنسبة لليهود عسرة، بالنسبة لليونانيين جهالة، لكن بالنسبة لنا نحن المخلصين كلمة الصليب هي ايه؟ قوة الله. قوة، قوة سماوية، مع ان الصليب ضعف. خلي بالك في آية جميلة جدا قالها بولس الرسول، عايزين نفكر فيها مع بعض. قد صلب العالم لي وانا للعالم. يعني ايه العالم اتصلب لي وانا اتصلبت له؟ اصل الصليب في نظر العالم يعتبر ايه؟ لعنة، ملعون كل من علق على خشبة. فالصليب بيفصل بينه وبين العالم. انا بص للعالم يتصور لي ان العالم اتعلق على خشبة اللعنة، والعالم يبص لي على ان انا اتعلقت على خشبة اللعنة. فلا العالم يطيقني ولا انا عايزه. مش عايز العالم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبة العالم
عداوة، مش أصل دي الفلوس، محبة العالم عداوة لله. دي الحكمة، دي الحكمة. ليه هيدينا الحكمة السماوية؟ عشان نتعامل بيها مع العالم الموضوع في الشرير. وما دام العالم الموضوع في الشرير، احنا يوم بنقوله كل يوم لكن نجينا من الشرير، فبيدينا حكمة بيها ينجينا. الخطوة الثالثة روح الفهم. الحكمة نتعامل بيها مع العالم الشرير، لكن الفهم نتعامل مع بيه مع الانجيل. فهم طب والفهم ده ايه؟ اصل ما كانش روح الله يشرح لي الكلمة مش هفهمها. فاكرين فيلبس لما تقدم من المركبة اللي فيها الخصي الحبشي قال له ايه؟ لقاه بيقرأ في سفر اشعياء، عارف قال له ايه؟ اتفهم ما انت تقرأ؟ قال له مش لاقي حد يفهمني ولا يشرح الكلمة غير المؤلف، والمؤلف هو مين؟ الروح القدس. لان رجال الله كتبوا مسوقين بالروح القدس. هنا اسألكم سؤال، الفهم سعي مننا ولا عطية من الله؟ انه واحدة في الاثنين، سعي مننا ولا عطية من الله؟ ايه رأيكم؟ الاثنين. في اية توضح كده، افهم ما اقول لك فليعطيك الرب فهما في كل شيء. انت تحاول تفهم وربنا هيديلك. عارف بالظبط زي ايه؟ عندي طفل صغير وفي شوكولاتايه محطوطه على الكومودينو، الطفل بيشب عشان يجيبها والكومودينو عالي عنه، كل ما يشب يفشل، كل ما يشب يفشل. اول ما انت تشوفه تعمل ايه؟ تروح منزلها له لغاية عنده. لو الطفل ما شبش عليها مش هتفتكر انه عايزها. احنا نشب للفهم وهو يدينا الفهم، احنا نسعى للفهم وهو يفتح اذهاننا للفهم. الحكمة ادتنا ان نبص للعالم شرير واحنا مش منه، فنشعر بالغربة، وبمجرد ما تشعر بالغربة ربنا يفهمك كلامه، لان الشرط الوحيد ان ربنا يفهمك كلامه الشعور بالغربة. غريب انا على الارض فلا ايه؟ فلا تخفي عني وصاياك. جميلة، انت غريب. ايوه، لو كنتم من العالم لكان العالم يقبلكم. العالم بيكرهكم ليه؟ لان مش منه، انتوا اجنبيين. في آية جميلة قالها بولس، ان سيرتنا في اللغة اليونانية جنسيتنا، ان سيرتنا هي فين؟ في السماوات. احنا واخدين الجنسية السماوية. روح الحكمة للعالم الشرير، روح الفهم لكلمة الله. وعلى فكرة كل ما تدرس في كلمة الله تفهم والروح يفهمك. نمرة ثلاثة، نمرة اربعة، روح المشورة. ايه روح المشورة؟ ما هو ساد عليك في نمرة واحد، خلاك تتعامل مع العالم الشرير بروح الحكمة، خلاك تفهم الانجيل بروح الفهم. في حاجات انت بقى عايز تستشيره فيها، روح المشورة. المشورة يعني ايه؟
ناس كتيرة بتسأل السؤال ده، ازاي استشير ربنا ويرد عليا؟ بسيطة، نمرة واحد، الموضوع اللي هتستشير فيه ربنا قبل ما تستشير فيه ربنا شوفه ينطبق على فكر الانجيل ولا لا. تقول لي يعني ايه؟ يعني انا عايز افتح خمارة، اقول اروح ارفع الايد الموضوع على المذبح واقول يا رب افتح محل خمرة ولا لا؟ هو الخمارة تتفق مع فكر الله؟ لكن انا هعمل حاجة مفيدة، حاجة كويسة، وهنا ابتدي استشير حاجة اكون مقتنع بيها انا، وفي نفس الوقت كلمة ربنا مش ضدها، وفي نفس الوقت اقول له يا رب انا هسلك فيها، واللي منك يمشي واللي من الشيطان يقف. احنا بقى عشان نستشير نحط مقاييس. لو ولد عايز يتجوز، عايز بنت تكون جميلة وتكون حلوة ومن أسرة، طب علاقتها بربنا ايه؟ مش مهم. بنت عايزة تتجوز متقدم لها عريس غني وشيك وراجل يشرف، وعلاقته بالله ايه؟ ما بيروحش كنيسة ولا عايش لربنا. بكرة يعرف، يا خوفي من بكرة، اللي ما يخافش ربنا هيعمل كل ما بداله، اللي ما عندوش مخافة ربنا هيعمل ما بداله. يابا بنقيس مقاييس. المشورة ان نعرف ان الموضوع اللي داخلين له لازم بحسب فكر الله. بنت ساكنة في العراق وجاي واحد خدام يخطبها لسيده في اورشليم، قالوا نسأل البنت، جابوا رفقة، قالوا لها اليعازار الخدام بتاع ابراهيم جاي يطلبك ليد اسحاق، تتجوزيه؟ تسافر معاه؟ عارف قالت ايه؟ اتجوز واسافر. رفقة، انتي اولا جميلة وولاد البلد كلهم ده رايح وده جاي، وتنقل اللي انت عايزاه. تتجوزي واحد سمك في مية ما شفتهوش، ما يمكن شكله مكعبر، يمكن طباعه وحشة، وبعدين تروحي تتغربي من دولة لدولة، لو ضربك ولا هانك ما تلاقيش حد يسأل عنك. بنتي قرارك على ايه يا رفقة؟ ليه رفقة قالت اتجوز واروح وهي واثقة ان دي مشورة الروح؟ عارفين رفقة وافقت ليه؟ اصل العزار قال ان اسحاق ده لما اتولد ابوه كان سنه 100 سنة، وامه كان سنها 90 سنة، واستحالة واحدة ست سن 90 سنة وراجل سن 100 سنة هتخلف ولد. يبقى الولد ده لا جاي من ابراهيم ولا جاي من سارة، ده جاي من ايد الله، ومدام من ايد الله يبقى اخده وانا مغمضة. ليك حق، والوحيد اللي اتجوز وما اتجوزش عليها. ابراهيم اتجوز اكتر من واحدة، ويعقوب اتجوز من اكتر من واحدة، لكن اسحاق اتجوز ايه؟ واحدة. ليه؟ لان خدته لانه من يد الله. روح المشورة. هكذا مشورتنا تجاه كل حياتنا. استشير. نمرة 5، روح القوة. روح القدس روح قوة. طب والقوة دي ناخدها ازاي؟
اول ما نجيب سيرة روح القوة نجري على مين؟ على شمشون، صح ولا لا؟ مش شمشون هو القوي؟ ايه سر قوة شمشون؟ شعره. طب وايه يعني شعره؟ اتاري شمشون لما يربي شعره زي الستات، وانتوا عارفين ان الستات في القوة العضلية مش الفكرية، في القوة العضلية جنس ايه؟ ضعيف، مخلوقة كده، الست عضلاتها اضعف من عضلات الرجل، فجنس ضعيف. لو شمشون دخل دلوقتي قدامنا او دخلت ولقيته ساجد قدام الهيكل ويصلي، عارفين هتقولوا ايه؟ مين الست دي اللي واقفة تصلي قدام الهيكل؟ ايه شعره نازل على كتافه؟ يعني ايه؟ يعني عامل ست نذير، والنذير يعمل ست. ايوه، وطول ما شعره نازل زي الستات قوي. اول ما حلق شعره وعمل راجل راحت منه القوة. ده عايز اتعلمنا حاجة، ان قوة الروح القدس لا تعمل الا في الضعف. عايز روح الله يمتلكك، وقف قدامه ضعيف، قل مع بولس اسر بضعفاتي، لانه فيما انا ضعيف انا قوي. الرب قال لي ان قوتي في الضعف تكمل كده ربنا باستمرار. قوته ما تظهرش غير في الضعف، وقوة اي عمل. مين اللي فتن المسكونة؟ الرسل. الرسل دول كانوا شوية ايه؟ شوية صيادين ضعفة، ما خرجوش برا اسرائيل. يقول عنهم في المزمور الذين لا تسمع صوتهم، يعني ما يعرفوش يقولوا كلمتين على بعض. خرج منطقهم الى اقصاء المسكونة. اقول لكم سر وتصدقوني فيه، اول ما تلاقوا واعظ واقف يوعظ كويس، اعرفوا ان الراجل ده جاهل، لان لو كان عارف ومتعلم ربنا مش هيستخدمه، لان ربنا دايما يختار ايه؟ جهال العالم. لما حب ربنا يشاف واحد يكون كلمة الله، دور على واحد يكون ثقيل الفم واللسان. لما حب ربنا يشوف واحد يكون اب لجمهور، جاب واحد وواحدة ما بيخلفوش. ياه ليه يا رب؟ قال علشان القوة بتاعتي تظهر في الضعف. مفيش آية تقول ان ربنا هيخليكم اقوياء. كلمة يخليك اقوياء يعني تبقى القوة في ذاتك، لا، ربنا هيسيبك بضعفك لكن هيستخدم قوته من خلال ضعفك، عشان الكنز يبان في الاواني الخزفية، علشان مجد يرجع لله مش ليك. اريحة 12 كيلو، تصوروا كده اخدكم ونلف 12 كيلو 7 مرات، يعني كم كيلو؟ 84 كيلو. 84 كيلو تمشيها على رجليك، تبص تلاقي رجليك بدأت في الاخر تتكسح، وتلاقي صوتك ضاع، وفي 7 مرة ربنا يقول لهم اهتفوا. نهتف؟ ده احنا رقنا نشف بعد ما هديت حيلنا ومش قادرين نقف على رجلينا، تقول لنا اهتفوا. انا متصور لي الهتاف بتاعهم كان طالع زي صوت العرسة، ضعيف وهزيل ومهزوز، واول ما هتفوا السور ايه؟ وقع. طب ليه يا رب ما قلت لهمش اهتفوا هم بصحتهم؟ قال لا، ما انا لو قلت لهم اهتفوا هم بصحتهم والسور وقع،
لما حد يكلمه يقول له خلي بالك ده انا صرخت صرخة وقحت الصور اعمل لي حساب، لكن لا، اهتف وانت مش قادر تتكلم عشان تعرف القوة فين وبتعمل فين وبتعمل في مين. عمل ربنا روح القوة، روح المعرفة. المعرفة غير الفهم، اسف اقولها لكم، المعرفة فكر، الفهم فكر، لكن المعرفة التصاق، والمعرفة هي الحياة الابدية. هذه هي الحياة الابدية، ان ايه؟ يعرفوك. نفس الكلمة اللي ذكرت في سفر التكوين اصحاح 4، وعرف ادم حواء فانجبت قايين. عرفتوها يعني ايه؟ يعني ايه عرف حواء انجبت قايين؟ يعني عاشرها. احنا حتى بنسميها ايه؟ المعاشرة الزوجية. فيه المعاشرة الالهية وفيه المعاشرة الصداقية. لما تقول فلان كويس يقول لك عشرته، يقول له لا، يبقى ما تعرفوش. فالمعرفة يعني ان تبقى لك جلسات مع ربنا، تبقى لك اختبارات، حك معاه. ما انت بتحكي مع طوب الارض، ما انت بتصاحب اللي يسوى واللي ما يسواش على رأي المثل، وتكلم ناس ويجرحوك وناس ويفضحوك وناس ويخلو بيك. طب ما تجربوا، جرب انك تدخل في عشرة معاه وهو يحب العشرة دي. بيقول لذات البني ادم، خلي بالك ده ما بيدخلش غير بيوت الخطاه والعشرين. ما يجيش الشيطان يقول لك اوعى تنادي ربنا ولا تقعد تكلمه، ده انت خاطي وحش. قول له ما هو جاي للوحشين. صاحبه. هناك فرق بان تعرف عن المسيح وان تعرف المسيح. انا اعرف عن حسن مبارك، لو واحد سألني اجاوبه بكل صراحة واقول له من بلد اسمها كفر مصلحة في المنوفية، دخل الجيش سلاح الطيران، بقى طيار، اشترك في حرب اكتوبر، انتصر، بقى وكيل نائب رئيس جمهورية، اتعين رئيس جمهورية، عمل وعمل وعمل، الكلام ده كله مظبوط. لكن تقول لي قعدت مع حسن مبارك في حياتك مرة؟ اقول لك ما حصلش. هكذا بالظبط نعرف عن المسيح، نعرف ان ابن الله وتجسد وبقى انسان وتولد في مزود البقر وعاش وصنع معجزات واتصلب عشان خطيتنا ومات وقام وصعد وبعت لنا الروح القدس وهيجي ياخدنا. لكن لينا معاشرة معاه؟ لا، ملناش اي معاشرة معاه خالص، ليس لنا اي معاشرة معاه. عاشر ربنا. خليك زي مريم اللي قال عنها اختارت النصيب الصالح، رغم ان مرثا كانت بتخدمهم هتأكلوا. سيدنا البابا قال جملة حلوة قوي، قال كل اللي اشتغلوا في الفلك غرقوا، لكن اللي نجوا اللي سكنوا في الفلك. اعرف مسيحك، مش اعرف عن مسيحك. قل له يا روح الله عرفني اعماق الاب، عرفني اشواق الابن، والروح يقدر يدخل لغاية يفحص حتى اعماق الله ويكشف لك ويديك شبع. اخر حاجة، روح مخافة الرب. خلي بالكم، روح الرب بدأ بالحكمة وانتهى بيه بالمخافة، لان رأس الحكمة مخافة الرب. يعني ايه اخاف ربنا؟ اخاف ربنا مش اخاف من ربنا.
لان اللي خاف من ربنا يهرب منه. ما قالها يونان، انا خايف من الله عشان كده هربان. وعلى فكرة بعد ما رموه في البحر، الربان واللي موجودين على سطح السفينة برضو خافوا من الله، مش خاف الله، دبحوا دبيحة ونادروا نادر. عارفين ايه يعني كلمة نادروا نادر؟ قالوا له لو وصلتنا بالسلامة يا اللي غضبت على يونان ورمانا في البحر، في نفس المعاد كل مرة نقدم لك ذبيحة عشان ما تأذناش. نحن لا نخاف من الله لأن المحبة تطرد الخوف إلى خارج، ولكننا نخاف الله. إيه هو خوف الله؟ حضوره قدامك. إيه الفرق بين شاول وداود؟ ما هذا غلط وده غلط، وصدقوني غلطات داود كانت أوعر من غلطات شاول، لكن شاول عمره ما فكر يرجع تابوت الله. لكن داود اول ما مسك الملك اول حاجة فكر فيها ان يعمل ايه؟ يرجع التابوت. انت عارفين التابوت يعني ايه؟ يعني حضور الله. هل انت تشعر ان الله حاضر في وسطنا الان؟ ولا كلام؟ ولا احنا بنتبع خرافات؟ ولا ربنا بيكذب بيقول حيثما اجتمع اتنين او تلاتة اكون في وسطهم؟ يا ترى عينك على الخادم اللي بيتكلم، ولا عينك على المسيح اللي جالس في الوسط؟ وعلى فكرة مش قاعد قدام عشان يتمتعوا به اللي قدام، ولا قاعد ورا عشان يتمتعوا به اللي في الورا، لكن هو قاعد فين؟ في وسطنا، يعني قريب من اللي قدام وقريب من اللي ورا، يتلامس معاه. حضور الله جميل. داود زنى وقتل لكنه كان شاعر بحضور الله، عشان كده قال له لك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت. انا حطه قدام عينيك. الروح القدس يا احبائي عايز يسود علينا عشان يدينا حكمته، علشان يدينا فهم كلمة الله، عشان يدينا المشورة اللي نستشير بيها، علشان يدينا القوة اللي ندخل بيها وننتصر، عشان يدينا المعرفة عشان نشبع بيه، عشان نخاف ونشعر بحضوره. وما دام حاضر معانا نقول كمل الابن وعمل الروح القدس. لكن الارض اللي يقام عليها المشروع اللي هو احنا، ايه اللي مطلوب مننا؟ ده اللي هنتقابل بيه بكرة. ليه كلمة بسيطة؟ بالامس رحت زرت دير الانبا هدرا، واعجبت جدا بالمباني الفخمة العظيمة اللي بيقوموا بيها، وصدقوني ده مجد لكل شعب اسوان. بس العمل مهم. صعب على ربنا جدا لما لقى الناس بيبنوا بيوتهم في العهد القديم وسايبين بيت الله، وجالهم نحمية ممثل في ابونا مرقص بيقول هلموا فلنبني اسوار اورشليم ولا نكون بعد عارا. ربنا في كل الامور يقول لك لا تجرب الرب الهك، لكن جه عندي التبرعات ليه؟ قال اعطني العشور وجربوني. عليه ديون كتيرة على الانبا هدرا، ولما تسددوا ديونه ربنا هيبارك حياتكم ويسدد لكم ديونكم. له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين.